لله كيف ما شفتوا على انه الدوره وصلت للدوره الثانيه وصلت للعالميه معلم لانه ولو انها في الدوره الثانيه فاصبحت الصحراويه تتكلم عن نفسها على الصعيد العالمي بكون ان المشاركه النسويه بكثافه تقريبا دول مشاركه اللي هي امريكا اسبانيا فرنسا ودول افريقيه كذلك مشاركه مغربيه مكثفه بعكس السنه الفارطه اللي كانت واحد المشاركه ديال اربعه ديال الفرق ولكن هذه السنه هذه كاينه مشاركه صحراويه 100% وبعض الشابات اللي جاوا من يعني من جميع انحاء المغرب فلهذا كيف ما ذكرت الصحراويه بتصبحت تتكلم على نفسها من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الاقبال اللي عليها على الصعيد العالمي وكذلك ما نساوش على ان مدينه الداخله شكون ما يبغيش يجي للداخله لان الداخله هي لؤلؤه المغرب فلهذا هي الحمد لله صبحت واجهه بالنسبه للرياضه الاجتماعيه لانه الصحراويه هي دورة تضامنية 100% كون أن التظاهرة هي ماشي عبارة على المنافسة ولكن عبارة على التضامن على التلاحم على التعارف لأن النساء هما المجتمعات هما الوجه الحقيقي ديال الشعوب ديالها.